من المرتقب أن يعتمد المدرب الجديد لشالكا هوب ستيفنز على أمين حارت خلال الدورات الأخيرة في البوندسليغا بعدما تدخل لدى الإدارة للصفح عنه وفتح معه صفحة جديدة، ثم صرح بذلك إعلاميا بالقول بأن الأحداث السابقة تبقى في الخانة الماضية. المدرب الهولندي وضع خارطة الطريق للمباريات المتبقية في البطولة للهروب بسرعة من مراكز الهبوط وضمان البقاء، وأدرج اسم حارث في القائمة التي سيعول عليها بعدما منحه الثقة ونال منه وثيقة الانضباط والتوهج. ستيفنز الذي أخذ مقعد المقالد أوتيسكو سيراهن بقوة على الدوري المغربي العائد حديثا إلى التدريب الجماعية، وذلك بعد تعافيه الكامل من الإصابة. أثار مستقبل مدرب أولمبيك ليون اهتمام الصحافة الفرنسية في الساعات الماضية، خاصة بعد الإقصاء الفريق من كأس فرنسا إثر الهزيمة أمام نادي رين بنتيجة 3-2. وكشف حساب أورو يونايتد عن المفاجأة غير متوقعة، حيث أكد أن رئيس أولمبيك ليون جون أولاس يرى في هيرفي رونار مدرب المناسب لقيادة فريقه في الموسم المقبل. وأشار ذات المصدر أن جيرارد هولي مستشار رئيس أولمبيك ليون التقى برونار في بداية السنة بمراكش، وتم الاتفاق بين الطرفين على تفاصيل التعاقد المحتمل بينهما. كما أدلى رئيس النادي الفرنسي بتصريحات يستبعد فيها إمكانية التوقيع مع البرتغالي جوزي مورينيو بسبب مطالبة مادية كبيرة، في حين أشار إلى أن الفرنسي لوران بلون يعد واحدا من الخيارات الممكنة لتعويض المدرب جينيسيو في موسم الجديد، مضيفا من جهة أخرى أن الاتصالات قد تكون جرت بين بلون والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حال رحيل رونار. وقال أولاس بأن بلون يمتلك السيرة الذاتية المناسبة لتدريب ليون، لكن حساب أورو يونايتد أكد أن النادي الفرنسي ليس الوحيد المهتم بالتعاقد مع المدرب السابق لباريس سان جيرمان، مشيرا إلى وجود اتصالات بينه وبين الجامعة الملكية المغربية من أجل تعويض رونار في حال رحيله بعد كأس إفريقيا 2019. شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.